هلا هاي مش الفل، في اعلى من هيك. هاي هون موجودة من 22/1/2020، يعني حوالي سنة وشهر واقفة هون. خلينا نشوف اللينكون. هاي اللي قلت لي عنها احمد، لا من جوا يعني السيارة. هاي من جوا تفرج. هاي لينكون نافيجيتر. هاي سيارة فخامة لينكون نافيجيتر، شوفوا من جوا ما شاء الله يا اخي. ايش هالجمال، طلعت جلدة جديدة. ايش هالجمال؟ ايش التراب؟ اسمع يا اخوان، والله السيارة من جوا انتيريور، يعني اوكي انا صراحة هي أول مرة بشوفها وجها لوجه النافيجيتر، بس كثير واسعة انتيريور، مخيف صراحة يا اخوان، بجنن. شوفوا الشاشة، شوف طريقة ال شو اسمه التابلو. اوكي حنطلبها من الشركة عما قريب. شوفوا ريموت، في عندك هذا ريموت ابل تي في ولا انا غلطان؟ شوف يعني يفترض، اتوقع مش عارف صراحه. هلا هون لحظه، شو هاي لسه شهيد؟ لا اكيد لا. كتالوج؟ لا اكيد لا مش عارف. هاي السماعات، امسك. بالاغلب هي السماعات تبعون السياره. سماعات خارجيه. اوكي هاي هم. شوفوا يا اخوان، هاي سماعات السيارة، سماعات لينكولن الاصلية، شايفين؟ هاي لما انت تركب عيلة او حدا ممكن تخلي كل واحد يسمع اشي في السيارة، عرفت كيف؟ يعني ورا اليمين بسمع اشي والشمال بسمع اشي. هذا اشي موجود في السيارات الفخمة، منهم رينج روفر على سبيل المثال، فهاي واحدة من مميزاتها موجودة. طبعا هدول يعني تعرف يا اخوان عنا في بلادنا، اذا هاي السيارة بتشوفها مثل هيك مكان بتشلح على السريع. طبعا هون هاي تاني سيارة على فكرة، انا لقيت في البنتلي قبل شوي سماعتها الاصلية كمان. افتح اللي هاي خلينا نرجعهم. اوكي شوفوا، شوفوا هون، شوفوا لسه بحالة ممتازة، كل شي سلاكها موجودة معاها قطاع. السيارة حرام ما شكله صار حادث بسيط وتبدلت من الوكالة. هاي يمكن بالاغلب سيارة طالعة من الوكالة، وفعلا شوفوا بدلتها. سيارة لسه جديدة. طلع الكراسي ما اجملها صراحه، هي واحده من اجمل السيارات فعليا من ناحيه الداخليه، يعني فعليا انا بالنسبه لي هاي افخم من رينج روفر. شوف التبريد، تسخين، رفع كراسي، كذا. طيب خلينا نشوفها من جوا. انا هاي من هون افتح الباب. هاي حرام بدناش نضربها في السياره جنبها. حاجة من عندك أحمد؟ شوفوا يا إخوان الباب، بالله عليكم اطلعوا. طيب سماعات مريديان خشب، شاشات، شوف ما أحلاها، ما شاء الله جدا جميلة. بس السيارة ما بنعرف فعليا شو صاير فيها، ايش اللي صاير. هو في حادث خفيف برا. حادث خفيف بس غريب، يعني سيارة شبه وكالة يعني صراحة. هلا انا كأني شايف جلاتين هون ولا انا؟ جلاتين هسه هون، طلع بتقدر تحسهم. هاي هاي عندك يمكن. انا بقدر احس الجلاتين. طيب الله يعوض. شوف التابلو كيف عاملين الكونسول الوسطي، عاملينه زي كانه طاير. طيب تشالنجر يا اخوان، في عنا بيك اب سوزوكي، لا نيسان سوري، ما حد سائل فيه. كان انا شفت اشي صح. اوكي لحظه، صح ولا غلط؟ اوف الله 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 الله، جي تي ار. ليش؟ هاي الجي تي ار يا اخوان موجودة حتى هون. سيارة ممزوعة مزع حرفيا، ممزوعة مزع يا قلبي. بس صراحة عادي، يعني انه مش حاسس انه موضوع كتير سيء، شايفين؟ يعني مش كتير، مش كتير متضرر يعني، ما شاء الله. طلع السيارة. لا على فكرة الشاشة بجلاتين هاي، مش جلاتين هذا. اوكي بس هي مش موديل جديد على فكرة السيارة، يعني اوكي لساتها
لساتها بجلاتين ها؟ والله ريحة العطر حتى فيها لسه. بين هي نظيفة فعليا بس انه مش كثير جديدة. هات اشوف من اي سنة هاي. عم نحكي من 10/3/2021. مش اشي. مش اشي ابدا. 10/3 من سبعة ايام ثمانة ايام بس. بالضبط. خلص محمد شكل جيب رانجلر اي واحد هذا اوكي شكله معدل. هلا بجي. طيب بجميع الاحوال يا اخوان هاي الجي تي ار هي الجيل الاخير من الجي تي ار. تعرفوا سكاي لاين ضل سكاي لاين بعدين صار في سكاي لاين جي تي ار بعدين راحت سكاي لاين ضل كلمه جي تي ار. فهاي هي الفئه الاعلى من سيارات نيسان الرياضيه اكيد ما غنيه عن التعريف. سيارة هاي عليها 3800 سي سي 6 سلندر. تخيلوا من 6 سلندر عم تعطيك يا اخوان بحدود ال 550 هورس باور فمش قليلة ابدا. السيارة بتنطلق للمية بحدود 3 ثواني ونص تقريبا لاربعة يعني مش قليلة برضو ابدا. وعليها اول ويل درايف طبعا عشان تنطلق من الصفر بارضها. فهي هي كمان حتى الجي تي ار لقيناها هون. خلينا نشوف في واحد مطبق يعني هاي حرفيا شاحنة خابطة فيه. محول السيارة هاي برادو حولها هاتشباك حرفيا شايلها عن الشاصي. مش معقول. بقول لك مطبقها تطبيق يعني مش معقول كيف كابسة السيارة. هاي شاحنة او باص اشي عالي طلع الشاصي مش مصيوف فيه اشي. الضربة جاي من فوق. هاي بالاغلب باص او شاحنة اشي زي هيك يعني عامل له اياها شورت ويل بيس. طيب اوكي انفينيتي بي ام دبليو اكس 5 هالرانجلر. شوفوا يا اخوان هالرانجلر يعني حرام صراحة. صاحبها يبدو انه تعبان عليها. شوفوا بين صاحبها تعبان عليه. جدا. هاي نسخة الروبيكون النسخة الأعلى معدل فيها تقريبا شوفوا رافع الفريم عن البودي عن الشاصي. عندك شو اسمه سسبنشن معدل شايل السقف شايل كل شيء. طبعا هي الرانجلر أساسا بنشال فيها كل شيء. معدل الجنوط معدل التواير معدل الأبواب. هيها ضربة موجودة هون بس صراحة ولا اشي يعني غريب يا اخوان. طلع شوف هاي يعني شغل صحرا السيارة رسمي. هاي السيارة بيجي عليها ما غريبة بيجي عليها محرك 6 سلندر 3600 يعطيك حوالي 270 حصان. هي السيارة على فكرة لا تعتبر قوية رانجلر بس تعتبر سيارة مهام صعبة زي ما بنحكي. كيا تيلورايد جديدة. هاي السيارة هاي السيارة واحدة من السيارات اللي جربناها مرة اخذناها من الوكالة وقعدت معنا كم من يوم وجربناها. هلا بنشوف اذا جي تي لاين او لا. انا ما اتصور هاي الجي تي لاين. والله جي تي لاين هاي الاعلى. شوفوا يا اخوان هاي الكيا تعتبر من افخم ما صنعت كيا فعليا. ولما جربتها استمتعت جدا فيها يعني من داخليتها بتشوفها زيها زي اي سيارة فخامة تانية. الغريب انه كرسي البيبي وراه هذا اشي غريب انه تركينه. فالسيارة جدا جميلة. هاي واحدة من السيارات اللي فعلا استمتعت وانا اجرب فيها. كتير فيها مواصفات حتستغربوا قد ايه فيها مواصفات. المكان كله ازاز وانا مش عارف اشوف المكان كله ازاز. السيارة كتير كانت حلوة فاذا بتكون بتقدر تشوفوا تجربتي لإلها على الصفحة عنا. مش مبين قديمة يعني عم نحكي عن 14/3/21 الى كم من يوم.